السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل مع بعض يا بنات مسقعة فلاحي زي بتاعت زمان، الزمن الجميل، المفحفحة ديت، ومن غير لحمة ومن غير أي حاجة. الكمية بتاعتك بقى عندك بصل، يعني عندك بطاطستين، حطي قطعين مكعبات، معايا راس توم صغيرة، زبدة جاموسي فلاحي، معانا قرنين فلفل بردين أو شطة زي ما انت عايزة، برضو أنا حاطة اللي معايا بارد ده. والسر طبعا في الموضوع ده انك الزبدة الفلاحي طبعا جميلة، ولازم تحطي مكان قلي البتنجان، تاخدي من الزيت مكان قلي البتنجان وتزودي بيه، ده بيديك الطعم الاساسي في المسقعة. المسقعة طبعا احنا بنحبها بالثوم، وهي المفروض بتتعمل بالثوم، ما شفتش حد بيعملها بالبصل قبل كده. ده زيت البتنجان بقى عشان طبعا الزبدة ما تنحرقش ويديكي طعم حلو. بنشوح الحاجة لغاية ما الثوم بس ايه يتحمر معانا، طبعا ما تخليش التوم يبقى بني، لان التوم بتاعك لو بقى بني هيبقى مرر. هننزل عليها بعصير الطماطم. انا عصير الطماطم معايا جبت 5 طماطمات كبار او 6 زي ما انت عايزه، ودول صفيتهم بالطريقه دي زي ما انت شايفه، انا كده حطاهم في المصفى وبصفيهم، وطبعا بتوطي النار عشان الثوم ما ينحرقش منك. صفيناها اهوت، بنقلبه. طبعا الطماطم بيبقى تحط لها سكر، نص معلقه سكر شاي صغيره كده، والملح والبهارات بتاعتك، وعايزه تحمريها شويه تحط لها بابريكا، الطماطم يعني، والبابريكا بتديكي طعم مدخن جميل قوي 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 قوي. بندوب المكونات مع بعض بقى، هنسيبها تغلي غلوة واحدة بس او غلوتين، يعني لازم يبقى معانا مية في الطماطم، مش هنخليها مسبكة قوي ناشفة، عشان المسقعة لما تنحط فيها تدي وتاخد مع نفسها. طبعا قبل ما تضيفي المسقعة البتنجان بتاعك المقلي لازم تبقي دايقة الحاجة بتاعتك ومظبطة طعمها زي ما انت عايز. البتنجان بتاعي قبل ما اقليه بكون حاطه عليه شويه ملح عشان يبقى طعمه حلو، ما تعتمديش على ان الصلصه فيها ملح وياخد ويدي مع بعضه، ساعات كتير ما بتظبطش. البتنجان بتاعنا بقطعه دواير وسمكه عريض شويه عشان ما ينحرقش معاك، ويبقى التحمير بتاعه لونه فاتح. بنحطه معانا هنا اهو، لما اللي في صينيه يكون حجمها حلو برضو، خلي بالك. البتنجان ما بتكسرهوش ولا بتعجنيه في الصلصه، لا احنا بس بنغطسه في الصلصه وبنهدي النار وتغطي الحله بقى او تغطي الصينيه كده، يديكي احلى طعم. وانت رايحه جايه عليه بنقلبه بس عشان ما ينحرقش الصينيه، ما تشيطش من تحت، بنزيحه بس كده عشان الصلصه بتنزل تحت البتنجان اللي في ارضيه الصينيه. لكن انت بتسيبي كل التنجرايه لوحدها كده، وبنسيب فيه نسبه صلصه عشان لو انت هتغمسي بيه، سواء بقى نسبه الصلصه اللي انت بتسيبيها دي حريه شخصيه بالنسبه لك، يعني انت عايزه نسبه صلصه كتيره، مش عايزه صلصه خالص تنشف فيه برضو زي ما انت عايزه، ده يعتبر نشف شويه كمان، المفروض بنسيب فيه صلصه شويه كده. احنا حاطينه تحت الشوايه ياخد لون بس، بياخد تدخينة حلوة كده، بيبقى شكله حلو وطعمه جميل ما شاء الله. يعني اهم حاجة تغطي الصينية بتاعتك وتستخدمي مواد حلوة وتوطي النار، يديك طعم ولون وريحة جميلة وبالهنا والشفا مطرح ما يسلمك.